الوعد. تقدموا املأوا الصفوف يرحمكم الله. صلاة العيد ركعتي سنة بعد تكبيرة الإحرام لبنى. وفي التكبيرة الثانية خمس تكبيرات تقول بين كل تكبيرة وتكبيرة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله 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 أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله. الله أكبر. 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 الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله العظيم وبحمده بكرة وأصيلا. الله أكبر. ما أذن إبراهيم الخليل في الناس بالحج فأتوه من كل فج عميق رجالا وركبانا. الله أكبر.
ما وقف الحجيج بالأمس على جبل عرفات وألسنتهم تلهج بالحمد والثناء متضرعين إلى الله عز وجل. الله أكبر. ما ضحى مضح في هذا اليوم إلا وسمى وكبر. الله أكبر. الله أكبر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله أفضل من حج البيت واعتمر ووقف بعرفة والمشعر، أفضل من قصر أو نحر وشرب من زمزم المطهر وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة حتى تطهر ليغفر الله لك من ذنبك ما تقدم وما تأخر. الله أكبر. الله أكبر. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، أيها المسلمون والمسلمات، فهذا يوم العيد، هذا يوم التكبير والتهليل. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. زينة أعيادنا التكبير والتهليل، وشعار المسلمين في مناسباتهم وفي أوقاتهم التي يتقربون فيها إلى الله شعارهم التكبير. الله أكبر. الله أكبر. هذا يوم النحر، هذا يوم الحج الأكبر. في هذا اليوم يحيي المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها سنة أبيهم إبراهيم عليه السلام، رمز التضحية والفداء، وابنه إسماعيل رمز التسليم والصبر على ما أصابه من بلاء. أيها الإخوة الأعزاء، هذا يوم العيد، ما أجمل وما أعظم لقاء المسلمين يوم العيد، ما أجمل جمعكم هذا والتقاءكم هذا في يوم العيد. هذا اليوم الذي خرجنا فيه رجالا ونساء، شيبا وشبانا، صغارا وكبارا، لنعلن وحدتنا واجتماعنا في عز وجل، لنحيي شعيرة من شعائر الإسلام، ألا وهي إحياء صلاة العيد في هذا الملأ، في هذه الأرض التي نرابط فيها في أرض الإسراء والمعراج. الله أكبر. الله أكبر. أيها الإخوة والأخوات، العبادات في الإسلام دائما تجمعنا، شعائر الإسلام دائما تقربنا وتوحدنا. صلاة الجمعة توحد المسلمين، وما أدراك ما صلاة الجمعة؟ قالت إحدى الزعيمات، قالت: لا نخاف من المسلمين صلاة الجمعة توحد المسلمين وهي من شعائر الإسلام. ليلة القدر توحد المسلمين وهي من شعائر الإسلام. الحج الأكبر يوحد المسلمين ويجمعهم وهو من شعائر الإسلام.
وصلاة العيد كذلك توحد المسلمين وتجمعهم على الطاعة وعلى العبادة، تجمعهم حتى يكونوا كالجسد الواحد وكالصف المرصوص وكالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. فلا تستهينوا بهذه الصلاة أيها الإخوة، هذا معلم من معالم الإسلام، وهذا مشهد عظيم ومهيب. جزى الله من كان وبادر من أجل أن يلتحم وأن يتوحد وأن يجتمع المسلمون في البلد الواحد في هذا البلد من أجل أن نحقق هذا المشهد، هذا المشهد العظيم الذي يلتقي فيه أبناء البلد الواحد في مكان واحد على طاعة الله الواحدة. نحن نعبد ربا واحدا ونؤمن بكتاب واحد ونتوجه إلى قبلة واحدة ونتكلم لغة واحدة، فما الذي يمنعنا أن نكون على قلب رجل واحد وأن تكون كلمتنا واحدة؟ أيها الإخوة والأخوات، أيها المسلمون والمسلمات، كثيرة هي النصوص القرآنية والأحاديث النبوية التي نؤمن بها، كثيرة هي التي تدعونا إلى الاجتماع وتدعونا إلى الوحدة والاتفاق. الله تعالى يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا جميعا ولا تفرقوا وكونوا عباد الله إخوانا. إنما المؤمنون إخوة، المسلم أخو المسلم، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذه النصوص، هذه الآيات والأحاديث ينبغي للمسلمين أن يجسدوها على أرض الواقع حتى يكونوا قوة على من عداهم ويشكلوا هيبة في وجه من تسول له نفسه أن ينال من هؤلاء المسلمين. أيها الإخوة والأخوات، أيها المسلمون، لو يجتمع المسلمون دائما، لو يجتمع المسلمون دائما كما يجتمعون لصلاة العيد لهزموا جحافل الأعداء، ولو تتصافحوا نفوسهم وقلوبهم كما تتصافح أيديهم يوم العيد لقضوا على عوامل الفرقة والاختلاف. ولو ابتسمت قلوبهم ونفوسهم وأرواحهم كما تبتسم شفاههم يوم العيد لكانوا مع أهل السماء. ولو ضحوا بأنانيتهم كما يضحون بأنعامهم يوم العيد لكانت كل أيامهم عيدا. ولو لبسوا أجمل الأخلاق كما يلبسون أجمل وأفخر الثياب يوم العيد لكانوا أجمل أمة على وجه الأرض. أيها المسلمون والمسلمات، ما الذي يمنعنا أن نتوحد وأن نجتمع على كلمة سواء؟ هناك قضايا كثيرة تجمعنا وينبغي أن نتفق عليها، قضايا مركزية، قضايا أساسية، قضايا مهمة، وهي أكثر بكثير مما يفرقنا. قضية التربية والتعليم، قضية الأرض والمسكن توحدنا، قضية الأخلاق وقضية القيم وقضية الفضائل، قضية الأمن والأمان
في بعض الآراء الفرعية، حتى لو اختلفنا سياسيا فهي قضية اجتهادية لا ينبغي أن تؤدي إلى التدابر والتقاطع وإلى التناحر والتشاحن، حتى لو اختلفنا في أمور هامشية فرعية، لكن القضايا التي ينبغي أن نتفق عليها كثيرة وكثيرة نتعاون عليها، نتعاون على ما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا البعض فيما اختلفنا عليه، نتعاون على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا البعض فيما اختلفنا عليه. أيها الإخوة، أتدرون لو توحد العرب، أتدرون لو توحدت الدول العربية ماذا يحدث؟ أوروبا توحدت على اليورو، على المادة، توحدت على العملة، فكان لها ما كان، على الرغم من اختلاف لغاتهم ومذاهبهم وطوائفهم الدينية، إلا أنهم توحدوا على العملة والاقتصاد، فكانوا قوة يحسب لها حسابا. كيف وبنا؟ كيف وحالنا فيه العوامل والمقدرات والإمكانيات والمؤهلات التي تجمعنا أكثر مما تجمعهم؟ نحن نملك اللغة الواحدة والكتاب الواحد، ونملك الثروات ونملك المقدرات. أتدرون لو اجتمع العرب ماذا يحدث؟ اسمعوا إلى هذه المعلومات يرحمكم الله. لو اجتمع العرب واتحدوا لكان إجمالي الناتج القومي في العام الواحد 5 تريليون دولار سنويا. تريليون يعني 1000 مليار، 5000 مليار. لو اتحد العرب لكان الناتج القومي في العام، بحيث يشكل المرتبة الرابعة بعد الولايات المتحدة الأمريكية والصين والاتحاد الأوروبي. ثم لو اتحد العرب لكانت المساحة الإجمالية للوطن العربي ستكون 13.5 مليون كيلو متر مربع، يأتون في المرتبة الثانية بعد روسيا الاتحادية. ثم ماذا سيكون عدد سكان العرب؟ يشكلون معا 400 مليون نسبة، يعني في المرتبة الثالثة بعد الصين وبعد الهند. ثم ماذا سيكون الجيش العربي؟ مكون من 4 ملايين، من 4 ملايين جندي، 9000 طائرة حربية، 19000 دبابة، و51000 سيارة حربية. ثم ماذا؟ استصلاح الأراضي الصالحة للزراعة والري فقط في السودان، فقط في السودان وحدها ستنتج 760 مليون طن من القمح. وفيش حاجة يشحدوا من أمريكا القمح ورغيف الخبز، لكان عندهم اكتفاء ذاتي، بل ويصدرون للعالم. ثم 370 مليون رأس من البقر، هذا فقط من الأراضي التي يستصلحونها في السودان، و410 مليون رأس من الغنم، 850 مليون رأس من الدجاج، كل هذا في العالم في العام الواحد. ثم ماذا؟ تغطية 8% من أرض ومن صحراء ليبيا، من صحراء ليبيا، تغطيتها بالخلايا والألواح الشمسية كفيل بأن يكفي الكرة الأرضية كهرباء. ثم إنتاج اتحاد الدول العربية من النفط سيكون في اليوم الواحد 24 مليون برميل، وهو يعادل 32
2.5% من الأموال المحفوظة الزائدة عن حاجة الدول العربية المتحدة، يخرج 2.5% من هذه الأموال المتوفرة، فإنها تشكل 29 مليار دولار سنويا، وهذا يكفي لبناء، اسمع، يكفي لبناء 25 مدينة، كل مدينة فيها 1,000,000 شخص، ويكفي لبناء 10 مستشفيات، في كل مستشفى 550 سرير، وتكفي أيضا لبناء 20 مدرسة، في كل مدرسة 3,000 طالب، ويكفي لبناء 3 مطارات، في كل مطار 500,000 مسافر في العام، ويكفي لبناء 7 جامعات، في كل جامعة 25,000 طالب. هذه إمكانيات العرب لو اجتمعوا أيها الإخوة. لذلك هم أدركوا جيدا وعرفوا من أين تؤكل الكتف، عملوا واجتهدوا وحرصوا على أن يمزقوا هذا الجسد، عملوا على أن يمزقوا هذه الرقعة، رقعة الدول العربية والإسلامية التي كانت في يوم من الأيام كانت الأمة التي تقود العالم 1,000 سنة ويزيد. فعرفوا أن هذه الوحدة تشكل علينا خطرا، فلا بد من تقسيمها وتجزئتها حتى نضعف هذا الجسد. وكان لهم ما كان، قسموا هذا العالم إلى دويلات، واليوم دويلات متناحرة، ويسعون الآن إلى تقسيم التقسيم إلى ولايات أخرى حتى يبقى هذا الجسد ضعيفا هزيلا. لذلك لابد أن يستيقظ العالم العربي، أن يستيقظوا من هذا السبات ومن هذا الهوان ومن هذا الخور، حتى يعيدوا لأنفسهم عزتهم وكرامتهم، ويعيدوا مجدهم الذي كان لهم في يوم من الأيام. العالم اليوم يعاني، العالم اليوم في شقاء، في شقاء من الظلم والاستبداد والبلطجية، ولا يخلص هذا العالم إلا المسلمون الصادقون الغيورين على دينهم وأمتهم، بل وعلى الإنسانية والبشرية، ليخلصوها من هذا العذاب ومن هذا التمييز ومن هذا الذل والظلم والاستعباد. أيها الإخوة، كل المقدرات تدعو إلى وحدتنا واجتماعنا، نجتمع في البلد الواحد، في القطر الواحد، في الدولة الواحدة، وفي الأمة كلها. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه. اللهم آمين، اللهم آمين. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله العظيم وبحمده بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. أيها المسلمون والمسلمات، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما عمل آدمي يوم النحر عملا أحب إلى الله من إهراق الدم، أي ذبح الأضحية، وإنها لتأتي، أي الأضحية، يوم القيامة بأشعارها وأظلافها وقرونها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض سرعة قبولها عند الله. فطيبوا بها نفسا، فطيبوا بها نفسا، أي قدموها لله طيبة بها نفوسكم، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم.
فمن وجد سعة من المال أو كان مقتدرا على شراء الأضحية فلا يتأخر ولا يتردد، فله في ذلك أجر عظيم، وهي شعيرة من شعائر الإسلام وسنة أبينا إبراهيم عليه السلام. ومن كان يحسن الذبح فليذبح بنفسه، ومن كان لا يحسن الذبح فليشهد ذبح أضحيته. قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة: يا فاطمة ابنتي، قومي فاشهدي ذبح أضحيتك، فإنه يغفر لك عند أول قطرة من دمها جميع ذنوبك. وينبغي للمسلم أن يتصدق من هذه الأضحية، يتصدق على الفقراء وعلى الأقارب، ويأكل منها ويدخر لنفسه من هذه الأضحية. وإننا نذكركم أيها الإخوة، نذكركم أن لجنة الإغاثة في هذا البلد تجمع لحوم الأضاحي اليوم بعد الصلاة إن شاء الله، تجمع من الأهل الذين سيقدمون صدقات من أضحياتهم في ساحة دار القرآن الكريم. فمن أراد وأحب أن يقدم شيئا من أضحيته فبإمكانه أن يبعث إلى اللجنة في دار القرآن الكريم. ثم نذكر ونقول أن من لم يشكر الناس لم يشكر الله. نقدم شكرنا وتقديرنا باسمكم جميعا إلى الشباب، إلى لجنة الحراك الشعبي التي بادرت في هذه الخطوة المباركة، توحيد الأهل والبلد الواحد في صلاة العيد. فجزاهم الله خيرا على هذه الخطوة، على إحياء هذه السنة، وعلى الجهد الذي بذلتموه في الإعداد والتهيئة حتى يتسنى للأهل الكرام بأداء هذه الصلاة في هذا المكان. ونوجه شكرنا أيضا لإدارة الملعب حلمي وإخوانه الذين فتحوا هذا الملعب لأهلهم وإخوانهم من أجل أن يؤدوا هذه الصلاة، صلاة العيد، جامعة موحدة. أيها الإخوة الأعزاء، هذا يوم العيد، هذا يوم التصافح، هذا يوم التسامح، هذا يوم نرمي خلافاتنا وراء ظهورنا لنعلنها أمام الله عز وجل وأمام أنفسنا، أننا نتصافح بقلوبنا وبأرواحنا ونهنئ بعضنا البعض بتحية وتهنئة العيد. هذا يوم صلة الأرحام، فصلوا أرحامكم أيها الإخوة، لا تقطع رحما في هذا اليوم، حتى لو كان بينكم خلاف فيما سبق فسارع، وخيرهم الذي يبدأ السلام ليدخل السرور على أهل بيته ورحمه. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا دائما كما اجتمعنا في صلاة العيد، نجتمع على الطاعة، نجتمع على الخير والبركة، ففي الاجتماع بركة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الكريم. اللهم ألف بين قلوب المسلمين ووحد كلمتهم على الحق والدين. اللهم أعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. نسأل الله عز وجل أن يعيد علينا وعليكم هذا اليوم بالخير واليمن والبركات والفرج القريب إن شاء الله، والمسجد الأقصى محررا بإذنه تعالى، والأمة منتصرة بإذن الله. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منكم صالح الأعمال. كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله. قوموا قيام لنصافح ونهنئ بعضنا البعض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نذكر إخواننا الكرام أن الإخوة في لجنة الحراك الشعبي يطلبون مساعدتكم بالذات الشباب حتى يجمعوا الفراش ويعيدوا المكان كما كان سابقا، فنرجو من الشباب المساعدة. جزاكم الله خيرا.